فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مؤذن ولكن في أكثر الأوقات أكلف من ينوب عني، فما حكم فعلي هذا؟ إذا لم تلتزم بالأذان فاتركه لغيرك، ما كونك تستولي عليه ولا تقوم به وتوكل أغلب الأوقات هذا لا يصلح هذا. نعم. لكن لو عرض لك عذر بعض الأحيان، عرض لك عذر بعض الأحيان لا بأس، أما أن يكون هذا عادة يا أخي يترك الأذان لغيرك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.